مين أقوى رئيس نادي في تاريخ النادي الأهلي؟ في تاريخ النادي الأهلي؟ آه. بصي، هو الناس كلها هتقولك صالح سليم، لأنه كان الله يرحمه شخصية وكاريزما، وأنا قابلته وقعدت معاه في مكتبه في 26 يوليو شخصية فاخرة. ولكن في رأيي أنا يعني أنجح رئيس نادي كابتن حسن حمدي. حسن حمدي؟ آه طبعاً. والخطيب محمود الخطيب؟ طبعاً الخطيب طبعاً حاجة جميلة جداً، وهو الخطيب تدرج في النادي الأهلي من عضو لأمين صندوق، أعتقد اشتغل أمين صندوق، لنائب رئيس مجلس إدارة، والكابتن الخطيب من الشخصيات الجميلة، وإحنا تعاملنا مع بعض أسرياً يعني، وطلعنا مرة رحلة في الغردقة وكنا هنغرق أنا وهو يعني في المية، أو لو أسرنا والكلام ده كله. في بينك وبينه أي خلافات؟ هو تصور إن في خلافات، هو تصور هذا لأنه في الانتخابات أنا يعني كلفت إن أنا أعمل لقاءات مع المرشحين. فالمهندس محمود طاهر من أنظف وأنقى الشخصيات اللي مرت على تاريخ النادي الأهلي، جه الكابتن الخطيب ما جاش، فالناس تصوروا إن أنا مع الكابتن محمود طاهر أو مع المهندس محمود طاهر ضد الكابتن الخطيب، ودي مش حقيقة إطلاقاً. طب المهندس محمود طاهر أفضل ولا كابتن محمود الخطيب أفضل؟ سؤال صعب جداً، لأن المهندس محمود طاهر في فترته أولاً هو راجل برنس وراجل يعني شبعان وكان بيصرف من جيبه على النادي، وكان مع مجلس محترم جداً 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 يعني، وأدار النادي بكفاءة عالية جداً. كابتن الخطيب أكيد أيضاً له إنجازاته، ما نقدرش نتكلم يعني، واخد بطولات واخد كذا واخد كذا يعني، الاثنين شخصيات كبار فالمقارنة صعبة، لكن ده هايل وده هايل، مش مراوغة والله، مش مراوغة. والمهندس محمود طاهر صديقي، والكابتن الخطيب أنا من جانبي بعتبره صديق، هو يعتبرني أو لا هذا أمره يعني، لكن هو دخل بيتي وأنا دخلت بيته. هو زعلان من حضرتك بس عشان موضوع الانتخابات؟ أعتقد أنه واخد على خطره عشان موضوع الانتخابات يعني، وبلغني من بعض الناس اللي يقولون ما هو مدحت يقف، أنا ما وقفش ضده إطلاقا إطلاقا، بالعكس أنا طلبته. مش عشان قناة بيراميدز؟ نادي بيراميدز؟ قناة بيراميدز قصة تانية بقى بعد كده. زعلته بقى، هي دي الزعلة بقى. دي ممكن تبقى زعلته. هي دي الزعلة بقى. ممكن دي تكون زعلته. يبقى أنا معاك في دي. لكن في الانتخابات أنا ما كنتش أبدا ضده إطلاقا والله خالص. بس بيراميدز طبعا إحنا في قناة يعني كان ليها ظروف يعني. وكانت من أجمل الأوقات اللي أنا عشتها والله في قناة بيراميدز. سؤال تاني. اتفضل. نادي الزمالك بقى. أقوى رئيس نادي عدى على نادي الزمالك؟ كابتن حسن حلمي من غير ما افكر. كابتن محمد حسن حلمي من غير ما افكر.